بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على البشير النذير نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين، ووفقنا لطاعتك ومرضاتك والفقه في الدين. وبعد، فقال الإمام شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني قدس الله روحه نور ضريحه: وأما الذين لم يكفروا بترك الصلاة ونحوها فليست لهم حجة إلا وهي متناولة للجاحد كتناولها للتارك. فما كان جوابهم عن الجاحد كان جوابا لهم عن التارك، مع أن النصوص علقت الكفر بالتولي كما تقدم. وهذا مثل استدلالهم بالعمومات التي يحتج بها المرجئة في قوله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه أدخله الله الجنة، ونحو ذلك من النصوص. وأجود ما اعتمدوا عليه قوله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، من حافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. قالوا: فقد جعل غير المحافظ تحت المشيئة، والكافر لا يكون تحت المشيئة. ولا دلالة في هذا، فإن الوعد تعلق بالمحافظة عليها، والمحافظ فعلها في أوقاتها كما أمر، كما قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وعدم المحافظة يكون مع فعلها بعد الوقت، كما أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر يوم الخندق، فأنزل الله آية الأمر بالمحافظة عليها وعلى غيرها من الصلوات. وقد قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فقيل لابن مسعود رضي الله عنه: ما كنا نظن ذلك إلا تركها، فقال: لو تركوها لكانوا كفارا. وكذلك قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ذمهم مع أنهم يصلون لأنهم سهوا عن حقوقها الواجبة من فعلها في الوقت وإتمام أفعالها المفروضة، كما ثبت في صحيح مسلم رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فجعل هذه صلاة المنافقين لكونه أخرجها عن الوقت ونقرها. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الأمراء بعده الذين يفعلون ما ينكر، وقالوا: يا رسول الله، أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. وثبت قال: لا، ما صلوا. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم القاعدة في هذا أن الفعل إذا كان آخر ألف ومعتل آخر بالألف ثم أسند إلى واو جماعة استحمى قبله: صلى صلوا، غزا غزوا، رمى رموا. أما إذا كان ما قبله ياء فإنه يضم ما بعده، مثلا يقضي مثل قضى قضى ماشي، لكن إذا كان آخره ياء فإنه يضم ما قبله، مثلا يرقي، مثلا أمثلة كثيرة. إذا كان ما قبله ياء ألف يفتح ما قبله: صلى صلى، غزا غزا، رمى رمى. إذا كان ما قبله يائي فإنه يفتح ما يضم ما قبله. مثال، وش مثال الياعي؟ مثلا نعم، لقيا، لقوا،
مثلا يقول لقوا لقي لقوا صار ما قبل مضمون لقي لقوا نعم رضي رضوا هذا القاعدة إذا كان ما قبله ياء يضم ما قبله وإذا كان ما قبله ألف فتح ما قبله إذا صلى صلوا رمى رموا غزا غزوا أما إذا كان يائي يضم ما قبله رضي رضوا لقي لقوا وهكذا نعم الله. وقالوا يا رسول الله أفلا نقاتلهم قال لا ما صلوا وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها فصلوا الصلاة لوقتها ثم اجعلوا صلاتكم معهم نافلة فنهى عن قتالهم إذا صلوا وكان في ذلك دلالة على أنهم إذا لم يصلوا قوتلوا وبين أنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها وذلك ترك المحافظة عليها لا تركها. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن المؤلف رحمه الله قرر أن الإيمان الشرعي لا بد فيه من التصديق في القلب ولا بد فيه من عمل الجوارح لا بد فيه من أمرين التصديق القلب يصدق والأعمال والجوارح تعمل لأن الإيمان الذي في القلب لا بد له من عمل يتحقق به وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون كما أن الأعمال التي يفعلها المسلم الصلاة والصيام والزكاة والحج لا بد لها من إيمان في الباطن يصححها وإلا صار كإسلام المنافقين المنافقون يصلون ويصومون ولكن ليس عندهم إيمان صحيح وإبليس وفرعون مصدق لكن ليس عندهم عمل يتحقق بهذا الإيمان فلا بد من الأمرين التصديق الذي في القلب لا بد فيه من حركة وهي الحب والحركة وهي المحبة لا بد أن تبعث الإنسان على العمل فإذا لم يوجد عمل مجرد اعتراف وتصديق في القلب ما صار إيمان فلا بد من الأمرين الإيمان الذي في القلب لا بد فيه من عمل يستلزم العمل لا بد منه فإذا لم يكن هناك عمل دل على أن القلب ما في إيمان معرفة والمعرفة ليست إيمان ثم بين المؤلف رحمه الله تكلم عن ترك واحد من الأركان الخمسة أركان الإسلام الخمسة الشهادة والصلاة والزكاة والصوم والحج فقال فأما الشهادة فمن ترك النطق بالشهادة مع قدرته فلا كافر باتفاق المسلمين اللي لا ينطق بالشهادتين يرفض ينطق بالشهادتين هذا كافر باطنا وظاهرا عند جميع المسلمين إلا جهمية الجهمية فإن يقولون كافر في الظاهر دون الباطن وهؤلاء الجهمية لا يعول على كلام الجهمية كفار لا يعول على كلام فأما المسلمون وأما العلماء اتفقوا على أن الذي لا ينطق بالشهادتين مع قدرتي على ذلك يمتنع فكم كافر ظاهرا وباطنا وأما الصلاة والزكاة والصوم والحج ذكر فيها المؤلف أقوال أخذناها في الدرس الماضي قيل إنه يكفر إذا ترك واحدا من هذه الأربع إذا لم يجحد إذا جحد الوجوب هذا كافر بالإجماع ما في شيء إذا جحد وجوب واحد من الصلاة أو الزكاة أو الصوم والحج هذا كافر بالإجماع لكن إذا كان مقرا ومصدقا ثم ترك الصلاة كسلا أو ترك الزكاة كسلا أو ترك الصوم كسلا أو ترك الحج كسلا ذكر المؤلف أقوال كما سبق القول الأول أنه يكفر بترك واحدة منها القول الثاني أنه لا يكفر بترك واحدة منها القول الثالث أنه يكفر بترك الصلاة فقط القول الرابع أنه يكفر بترك الصلاة والزكاة فقط القول الخامس أنه يكفر بترك الزكاة إذا قاتل الإمام عليها إذا قاتل عليها ثم المؤلف بعد ذلك ناقش الذين أو ذكر قول الذين لا يكفرون تارك الصلاة فقالوا أما الذين سبق أن قول سبق القول بأن العمل لا بد منه العمل لا بد منه مع التصديق ولا يسمى إيمان إلا مع العمل وأقل العمل ما هو الصلاة فالذي لا يعمل مطلقا معناه لا يصلي الصلاة أعظم الواجبات فإذا تركها فلا يكون مسلما وأما الذين لم يكفروا تارك الصلاة ما هي حجتهم؟ يقول المؤلف رحمه الله وأما الذين لم يكفروا بترك الصلاة ونحوها فليست لهم حجة إلا وهي متناولة للجاحد كتناول أهل التارك يعني ما ليس لهم حجة الآن
يحتجون بها، وأي حجة يحتجون بها فإنها تتناول الجاحد كتناولها التارك. يعني أي حجة يستدلون بها فهي متناولة للجاحد، والذي يجحد الوجوب هذا، الذي يجحد وجوب الصلاة هذا كافر بالإجماع، ما في خلاف، ما في خلاف، كافر بالإجماع. فإذا هؤلاء الذين لا يكفرون بترك الصلاة كسلا ليس لهم حجة، وأي حجة يحتجون بها فهي متناولة للجاحد، وعلى ذلك إذا كانت متناولة للجاحد يكون لا حجة لهم، فليست لهم حجة إلا وهي متناولة للجاحد كتناول التارك. فما كان جوابهم على الجاحد كان جواب لهم على التارك. إذا احتجوا بحجة قيل لهم حجتكم هذه تتناول الجاحد، والجاحد هذا كافر بالإسلام، فما هو جوابهم؟ يقول ما كان جوابهم على الجاحد كان جواب لهم على التارك. أي جواب يجيبون به عن الجاحد يكون جوابا لهم على التارك. يقول مع أن النصوص علقت الكفر بالتولي كما قلت في قوله فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، ولكن كذب وتولى، إذن الكفر يكون بالأمرين بالتكذيب والتولي، إذا كذب كذب الله وكذب رسوله وتولى، التولي هو الإعراض، أعرض عن العمل فلم يعمل، فتارك الصلاة معرض متولي، فالكفر يكون بالتكذيب ويكون بالتولي، كما أن الإيمان يكون بالتصديق ويكون بالصلاة، فلا صدق ولا صلى يقابل لا صدق يقابل لا كذب، ولا صلى يقابل تولى، فالمتولي لا يصلى. فالنصوص علقت الكفر بالتولي فدل على أنه لا بد من الصلاة، والذي لا يصلي متولي يكون كافرا. يقول المؤلف وهذا مثل استدلالهم بالعمومات التي يحتج بها مرجئة كقوله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه إلى آخر الحديث وبقية الحديث، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان يعمل، ونحو ذلك من النصوص. وهذا الحديث رواه الشيخان وغيرهما. هذا الحديث في فضل التوحيد، في فضل التوحيد، هذا من أدلة من قال بكفر تارك الصلاة، من أدلة من قال لا يكفر تارك الصلاة، قالوا هذا دليل على أن تارك الصلاة لا يكفر. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علق دخول الجنة بأي شيء؟ بالإيمان، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وشهد أن عيسى عبد الله ورسوله، وشهد أن عيسى كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه، وشهد أن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة، ما في صلاة. دل على أن تارك الصلاة إذا شهد هذه الشهادات لا يكفر، واضح هذا من أدلته. لكن يجاب عنه ماذا؟ يجاب عنه يقال إن مثل الجواب يعني عن هذا أن تارك الصلاة شهادة باطلة، يلزم من شهادة لا إله إلا الله الصلاة، لأن الصلاة شرط في صحة الشهادة، فإذا لم يصلي لم تصح الشهادة، ما يكون موحد، ما يتم التوحيد إلا بشرطه، مثل الطهارة شرط في صحة الصلاة، لو صلى بدون طهارة هل تصح؟ ما تصح. وكذلك إذا شهد بدون وحد بدون إيمان ما يصح التوحيد، بدون الصلاة ما يصح، الصلاة شرط في صحة الإيمان، فمن لم يصلي فليس بمؤمن. يقول المؤلف رحمه الله وأجود ما اعتمدوا عليه قوله خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة فمن حافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الله الجنة ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. هذا أجود ما يعتمد عليه من لم يكفر تارك الصلاة. وجه الدلالة، ما هو وجه الدلالة؟ قالوا هذا وجه الدلالة، هذا اللي تجعل تحت خط قالوا، فقد جعل غير المحافظ تحت المشيئة والكافر لا يكون تحت المشيئة. وجه الدلالة قال ومن لم يحافظ لم يكن له أحد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة، إذن غير المحافظ تحت المشيئة، فدل على أن من ترك الصلاة في بعض الأحيان تحت المشيئة، والذي تحت المشيئة لا يكون كافر، الكافر ليس تحت المشيئة، الكافر لا مخلد في النار، فالله تعالى إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالله خص وعلق، خص الشرك لأنه لا يغفر وعلق ما دونه بالمشيئة، فدل على أن الصلاة دون الشرك فلا تكون شركا، هذا حجتهم.
الحديث سبق أن قلنا أن الحديث ضعيف في المخدجي وهو ضعيف، لكن بعض العلماء صححه وظهر كلام الشيخ كان بتصحيح. على القول بتصحيح المؤلف رحمه الله الشيخ أجاب عنه بجواب، قال الجواب أن الوعد إن الوعد يكون بالمحافظة، والمحافظة تكون فعلها في أوقاتها، وعدم المحافظة يكون مع فعلها بعد الوقت. فنقول إن الحديث فيه إثبات الإيمان، فيه إثبات أن من لم يحافظ عليها يكون تحت المشيئة، والذي لم يحافظ عليها هو الذي يؤخرها عن وقتها. أما الذي يتركها بالكلية هذا تارك، هذا الذي يحافظ عليها هو الذي يصليها في الوقت، والذي لا يحافظ عليها هو الذي يصليها بعد خروج الوقت. فدل على أن الذي لا يحافظ ويتركها بالكلية هذا كافر، والذي يحافظ يفعلها بعد الوقت تحت المشيئة. فعلى هذا يكون الذي يصلي ويخلي لا يكفر، إن الذي يكفر هو الذي يتركها بالكلية. هذا على توجيه على الحديث، هذا على القول بصحة الحديث، وأن الحديث الصواب أنه ضعيف، يعني فيه مخدجي وهو ضعيف، لكن بعض صاحب الحاشية عندك هو المحقق رأى أنه صحيح، وأن الحديث يصح، وأن له شواهد، له طريق يصح بها، فعلى هذا يكون يجاب عنه بمثل ما أجاب عنه الشيخ. يقال إن المحافظ هو الذي له عهد عند الله يدخل الجنة، والمحافظ هو الذي يصليها في الوقت، والذي لا يحافظ هو الذي يدخل المشيئة، والذي لا يحافظ هو الذي يصلي بعد الوقت. أما التارك بالكلية هذا كافر، الذي يتركها بالكلية لا يصليها لا في الوقت ولا بعد الوقت هذا كافر. أما الذي يؤخر الصلاة عن وقتها هذا هو الذي تحت المشيئة، هذا على القول بصحة الحديث. هذا والصلاة العلماء لهم في أقوال، هذا قول أن الذي يصلي ويخلي لا يكفر، وإنما الذي يكفر الذي يتركها بالكلية. وقد استقصى الأقوال أو ذكر الأقوال الشيخ ابن القيم رحمه الله في كتاب رسالة الصلاة، ودقل أقوال منها أن بعض العلماء يرى أنه إذا أخر عن وقتها كفر، ومنها أنه إذا ترك فرضا واحدا متعمدا كفر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه حديث بريدة: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، والذي يحبط عمله هو الكافر. فعلى هذا المؤلف يقول رحمه الله إن الأجود ما اعتمد عليه من يقول بعدم كفر تارك الصلاة هو هذا الحديث، حديث عبادة: خمس صلوات كتبهن الله على العباد. والجواب عنه أن الحديث أن وعد أن الوعد بدخول الجنة على المحافظة، والمحافظة هي فعلها في أوقاتها، فمن حافظ على الصلاة في أوقاتها كان له عهد عند الله يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليها بأن أخرها في أوقاتها فهو الذي تحت المشيئة، ومن تركها بالكلية لا في الوقت ولا بعد الوقت كان كافر. هذا مع قول المؤلف رحمه الله، فإن الوعد بالمحافظة عليها والمحافظة فعلها في أوقاتها هو المحافظ فعلها في أوقاتها كما أمر، كما قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وعدم المحافظة يكون مع فعلها بعد الوقت، كما أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر يوم الخندق، فأنزل الله آية الأمر بالمحافظة عليها وعلى غيرها من الصلوات. ومن الأدلة أيضا قول الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فقيل لابن مسعود وغيره: ما إضاعتها؟ قال: تأخيرها عن وقتها. فقالوا: ما كنا نظن ذلك إلا تركا. فقال: لو تركوها لكانوا كفارا. إذن فدل على أن تركها يكون كفر، وأما إذا خرع عن وقتها فيكون تحت المشيئة. وكذلك قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون. وجه الدلالة أن الله ذمهم مع أنهم يصلون، لأنهم سهوا عن حقوقها الواجبة من فعلها في الوقت وإتمام أفعالها المفروضة، كما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: تلك صلاة المنافق ثلاث مرات، ثم قال: يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرن الشيطان قام فنقر أربعا فأذكر الله فيها إلا قليلا. فجعل هذه صلاة المنافقين لكون أخر عن وقتها ونقرها، لا يصلي عند غروب الشمس ونقرها. ومن الأدلة أيضا على أن تأخير الصلاة عن وقتها أيضا لا يكون كفرا، وإنما يكون كفرا إذا تركها بالكلية. يقول مؤلف: ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الأمراء بعده الذين يفعلون ما ينكر،
وقالوا يا رسول الله أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا. وثبت عنه أنه قال سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، فصلوا الصلاة لوقتها ثم اجعلوا صلاتكم معهم نافلة. ووجه الدلالة أنه نهى عن قتالهم إذا صلوا، وكان في هذا دلالة على أنهم إذا لم يصلوا قتلوا لأنهم كفار. وبين أنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها، وذلك يعني تأخير الصلاة عن وقتها ترك المحافظة عليها لا تركها، وذلك ترك الصلاة عليها لا تركها بالكلية. نعم. وإذا عرف الفرق بين الأمرين فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما أدخل تحت المشيئة من لم يحافظ عليها لا من تركها، ونفس ترك صفة المحافظة يقتضي أنهم صلوا ولم يحافظوا عليها، ولا يتناول من لم يحافظ، فإنه لو يتناول ذلك قتلوا كفارا مرتدين بلا ريب. ولا يتصور في العادة أن رجلا يكون مؤمنا بقلبه مقرا بأن الله أوجب عليه الصلاة وملتزما بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به، يأمره ولي الأمر بالصلاة فيمتنع حتى يقتل، ويكون مع ذلك مؤمنا في الباطن قط، لا يكون إلا كافرا ولو قال أنا مقر بوجوبها غير أنه ألا أفعلها، كان هذا القول مع هذه الحالة كذبا منه، كما لو أخذ يلقي المصحف في الحش ويقول أشهد أن ما فيه كلام الله، أو لو جعل يقتل نبيا من الأنبياء ويقول أشهد أنه رسول الله ونحو ذلك من الأفعال التي تنافي إيمان القلب. فإذا قال أنا مؤمن بقلبي مع هذه الحال كان كاذبا فيما أظهره من القول. نعم. المؤلف رحمه الله يبين الفرق بين الأمرين، بين من يترك الصلاة بالكلية وبين من يؤخرها عن وقتها. فيقول الذي يتركها بالكلية لا يصلي لا في الوقت ولا بعد الوقت، هذا كافر، هذا كافر، لأنه نصوص صريحة في هذا، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، العهد الذي بينه وبين الصلاة فمن تركها فقد كفر، بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. فالذي يؤخرها الذي يتركها ولا يصليها لا في الوقت ولا بعد الوقت هذا كافر بالاتفاق، وأما الذي يصليها بعد الوقت فهذا غير كافر، هذا لأنه غير محافظ، هذا عليه الوعيد الشديد وهو تحت المشيئة، كما دل عليه حديث عبادة على القول بصحة، فمن حافظ عليها كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذا قول هنا. والقول الآخر لأهل العلم أنه يكفر في الآخر عن وقتها ولو صلىها، وأنه لا يفيد فعلها. قول الثاني لأهل العلم أنه إذا أخر الصلاة عن وقتها متعمدا لا جاهلا ولا ناسيا ولا نائما يوما يعذر فيه ولا متأولا، يعني قد يكون جاهل قد يكون نائم يوما يعذر فيه، وقد يكون متأول مثل بعض الناس إذا صار في المستشفى ما يصلي، فيقول ليش لماذا ما تصلي؟ قال والله ثيابي نجسة ولا أستطيع أتوضأ والسرير ما هو وجه القبلة، هذا متعود يومين ثلاثة ما يصلي. نحن الآن نقول هذا خطأ، صلي على حسب استطاعتك، وما تعجل أن يستطعك، إن استطعت توجه السرير سوجهه إلا صلي ولا وجه القبلة، إن استطعت أن توضأ وإلا تيمم، إن استطعت تطهر ثيابك طهرها وإلا صلي ولو ثيابك نجسة. لكن بعض هذا متعود ما يكفي، لكن شخص أخر الصلاة لا ناسي ولا جاهل ولا نائب يعذر فيه ولا متعود متعامل حتى خرج الوقت، هذا هو الموضع خلاف. هذا القول المؤلف رحمه الله قال يرى أنه تحت المشيئة إذا صلىها بعد الوقت، وقول الثاني العلم أنه لا يفيده يصليها ولو صلىها أثم الله، لأنه متعامل لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمر فهرت، وفعلها بعد الوقت ليس عليه أمر الله ورسوله. المؤلف يقول هناك فرق بين الأمرين. الأمر الأول شخص لا يصلي بالكلية لا بعد الوقت ولا في الوقت، هذا كافر، هذا كافر. والأمر الثاني الشخص الثاني شخص يصلي لكن بعد الوقت، هذا الثاني هو اللي فيه الخلاف ويرى المؤلف أنه الأكثر. ولهذا يقول وإذا عرف الفرق بين الأمرين فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما أدخل تحت المشيئة من لم يحافظ عليها، يعني وصلها ولو بعد الوقت، لا من تركها لا في الوقت ولا بعد الوقت، يعني في حديث العبادة، وبقي المحافظة ونفى المحافظة، ونفي المحافظة يقتضي أنهم صلوا ولم يحافظوا عليها، يصلوا يعني بعد الوقت. ولا يتناول من لم يصلي، فإنه لو تناول ذلك
قتلوا كفارا مرتدين بلا ريب. ولا يتصور في العادة، يقول المؤلف، ولا يتصور في العادة أن رجلا يكون مؤمنا بقلبه مخرا بأن الله أوجب عليه الصلاة ملتزما لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به يأمره ولي الأمر بالصلاة فيمتنع حتى يقتل، ويكون مع ذلك مؤمنا في الباطن فقط، لا يكون إلا كافرا. يعني هذا لا يكون إلا كافرا. يعني ما يتصور أن شخص يقول أنا مؤمن بالله ورسوله ومقر بأن الله أوجب الصلاة وأنا ألتزم بشريعة الله بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به في الباطن، لكن ما يفعل، يأمره ولي الأمر بالصلاة فيمتنع، فيقول له صلي وإلا قتلناك، فيقول اقتلوني ولا أصلي، ويكون مع ذلك مؤمنا في الباطن. هل هذا يكون مؤمن في الباطن؟ شخص يقول إنه مؤمن في الباطن، مصدق، مؤمن بالله ورسوله، مؤمن بالجنة، مؤمن بالنار، مؤمن بأن الصلاة واجبة، والذي ما يصلي يعذب، لكن يقول ما يصلي، فيقول لا صلي، يقول ما أصلي، فيؤتى بالسيف على رقبته ويقول صلي وإلا قتلناك، فيقول اقتلوني ولا أصلي، فيستسلم حتى يقتل. هل يكون هذا مؤمن؟ والمؤلف هذا لا يكون إلا كافر، ما يمكن، مستحيل أن يكون شخص بهذه المثابة، يكون في إيمانه قلب، في قلبه إيمان، ويرفض الصلاة حتى يقتل، هذا لا يكون مؤمن. يقول ولو قال أنا مقر بوجوبها غير أني لا أفعلها كان هذا القول مع هذه الحال كذبا منه. يقول كذاب. إذا قال أنا مؤمن، إذا قال إنه مؤمن ولكن لا يصلي، يقول هذا كذاب. لو كنت مؤمن صلي، ما الذي يمنعك من الصلاة؟ ما الذي يمنعك من الصلاة؟ لو كان في قلبك إيمان دفعك إلى الصلاة. كيف تؤمن بأن الصلاة واجبة وتؤمن بأن الذي لا يصلي يقتل وبأنه يكون في النار ولا تصلي حتى تقتل؟ ولهذا يقول له لو قال أنا مقر بوجوبها غير أني لا أفعله كان هذا مع هذا القول، كان هذا القول مع هذه الحال كذبا منه. ومثال ذلك شخص يأخذ المصحف ويلطخه بالنجاسة ويقول أشهد أن فيه كلام الله، هل يصير هذا مؤمن؟ شخص يعني يأتي بالمصحف ويلقي في الحش محل قضاء الحاجة، أو يلطخه بالنجاسة، أو يدوس بقدمه متعمد ويقول أنا مؤمن بأن المصحف فيه كلام الله، صادق ولا كذاب؟ كذاب. لو كنت مؤمن كيف تلطخه بالنجاسة وأنت مؤمن بأن فيه كلام الله؟ صدق أنه كلام الله وتدوسه برجليك تلطخه بالنجاسة؟ هذا كذب، هذا لا يكون لك كافر، هذا كفر. أو جعل يقتل نبيا من الأنبياء ويقول أشهد أنه رسول الله، يقتل نبي ويقول أشهد أنه رسول الله ويقتله، هل هذا صادق؟ لو كان يعتقد أنه رسول الله ما قتل، ويقول ونفع منحو ذلك من الأفعال التي تنافي إيمان القلب. فكذلك إذا قال أنا مؤمن ولا أصلي وكذا، لو كنت مؤمن صلي، الإيمان الذي في القلب يلزم منه الصلاة. يقول فإذا قال أنا مؤمن بقلبي مع هذه الحال كان كاذبا فيما أظهره من القول، كن كاذبا فيما أظهره من قول أنا مؤمن، لأنه لو كان عنده إيمان في القلب وكان صادقا في قوله لصلى، فلما لم يصلي دل على أنه كاذب في قوله أنا مؤمن. نعم. في الحاشية النسخة هذه المحققة ذكر نقل أقوال لشيخ الإسلام في ترك الصلاة في مجموعة الفتاوى، قال إن إذا لم يجحد وجوبها فهذا مورد النزاع، بل هنا ثلاث أقسام: أحدها إن جحد وجوبها فهو كافر بالاتباع، والثاني ألا يجحد وجوبها لكن ممتنع من التزام فعلها كبرا أو حسدا أو بغضا لله ورسوله، فيقول أعلم أن الله أوجبها على المسلمين والرسول صادق في تبليغ القرآن، ولكنه ممتنع على التزام الفعل استكبارا أو حسدا للرسول أو عصبية لدينه أو بغضا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا كافر بالاتباع. فإن إبليس لما ترك السجود المأمور به لم يكن جاحدا للإجابة، فإن الله تعالى باشره بالخطاب، وإنما أبى واستكبر وكان من الكافرين. وكذلك أبو طالب كان مصدقا للرسول صلى الله عليه وسلم فيما بلغه، لكنه ترك اتباعه حمية لدينه وخوفا من عار الانقياد واستكبارا عن أن تعلو أسته رأسه، فهذا ينبغي أن يتفضل. والثالث أن يكون مقرا ملتزما تركها كسلا وتهاونا أو اشتغالا بأغراض له عنها، فهذا مورد النزاع. فمن عليه دين وهو مقر بوجوبه ملتزم لأدائه لكنه يمطل بخلا أو تهاونا. وهنا قسم الرابع وهو أن يتركها ولا يقر بوجوبها ولا يجحد وجوبها لكنه مقر بالإسلام من حيث الجملة، فهذا أيضا من موارد النزاع أو من موارد الإجماع،
ولعل كثير كلام كثير من السلف متناول لهذا وهو معرض عنها لا مقرا ولا مكرا. يقول الحافظ المحشي: قلت وقد يقال هنا قسم الخامس وهم الذين يصلون تارة ويتركون أخرى. وقد ذكر المصنف هذا القسم بعد ذلك وقال إن فيهم إيمان ونفاق، هذا يسمى يصلي ويخلي، هذا في الخلاف. بعض العلماء يقول لا يكفر إلا ترك الصلاة بالكلية، فإذا كان يصلي ويخلي لا يكفر. والقول الثاني أنه إذا ترك فرضا واحدا متعمدا من غير تأويل ولا نسيان ولا نوم يعذر فيه فهذا يكفر، هذا يكفر عند جمع من أهل العلم. نعم. فهذا الموضع ينبغي تدبره، فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زاحت عنه الشبهة في هذا الباب. واعلم أن من قال من الفقهاء رحمهم الله إنه إذا أقر بالوجوب وامتنع عن الفعل لا يقتل أو يقتل مع إسلامه، فإنه دخلت عليه الشبهة التي دخلت على المرجئة والجهمية، والتي دخلت على من جعل الإرادة الجازمة مع القدرة التامة لا يكون بها شيء من الفعل. ولهذا كان الممتنعون من قتل هذا من الفقهاء بنوه على قولهم في مسألة الإيمان، وأن الأعمال ليست من الإيمان. وقد تقدم أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب، وأن إيمان القلب التام بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع، سواء جعل الظاهر من لوازم الإيمان أو جزءا من الإيمان كما تقدم بيانه. وحينئذ فإذا كان العبد يفعل بعض المأمورات ويترك بعضها كان معه من الإيمان بحسب ما فعله، والإيمان يزيد وينقص، وقد يجتمع في العبد إيمان ونفاق، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعى، إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وبهذا تزول الشبهة في هذا الباب، فإن كثيرا من الناس بل أكثرهم في كثير من الأمصار لا يكونون محافظين على الصلوات الخمس ولا هم تاركيها بالجملة، بل يصلون أحيانا ويدعون أحيانا، فهؤلاء فيهم إيمان ونفاق، وتجري عليهم أحكام الإسلام الظاهرة كالمواريث ونحوها من الأحكام. فإن هذه الأحكام إذا جرت على المنافق المحض كابن أبي وأمثاله من المنافقين فلا أن تجري على هؤلاء أولى وأحرى. نعم. المؤلف رحمه الله يبين فيه أن الإيمان لا بد فيه من شيء: تصديق في القلب وعمل، لا بد من أمرين: عمل مع تصديق، لأن التصديق الذي في القلب لا بد له من عمل يتحقق به، كما أن العمل الظاهر لا بد له من إيمان يصححه. فلا يمكن إيمان إلا بوجود أمرين: تصديق في القلب وعمل بالظاهر، لا بد منه. أقل العمل هو الصلاة. وسيأتي أن يبين المؤلف رحمه الله أن بل بين هنا قال إن الذي يقول إن تارك الصلاة لا يكفر دخل عليه الشبهة التي دخلت على المرجئة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فهذا الموضع ينبغي تدبره، فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زالت عنه الشبهة في هذا الباب. إذن الظاهر مرتبط بالباطن والباطن مرتبط بالظاهر. فإذا كان الإيمان الشخص مصدق بقلبه لا بد أن يكون هذا التصديق يبعثه على العمل، لأن التصديق لا بد يكون معركة مع الحركة، والحركة هي الحب، حب الله ورسوله. فإذا كان هذه الحركة وحب الله ورسوله لا بد أن يعمل شيئا، وأقل شيء الصلاة. الذي لا يعمل يكون مصدق بقلبه لكن ما يعمل، لا ينطق بلسانه ولا يعمل بجوارحه، فهذا لا يكون مؤمنا. ولذلك يقول المؤلف رحمه الله: لا بد من ارتباط الظاهر بالباطن في الإيمان، فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زال عنه الشبه في هذا الباب. وعلم أن من قال من الفقهاء أنه إذا أقر بالوجوب وامتنع عن الفعل لا يقتل أو يقتل مع إسلامه، فإنه دخلت عليه الشبهة التي دخلت على المرجئة والجهمية. بعض الفقهاء يقول إنه إذا أقر بالوجوب يكفي، إذا أقر بأن الصلاة واجبة يكفي ولا يقتل، أو يسميه مسلم ويقتل مع إسلامه. يقول هذا القول لبعض الفقهاء
دخلت عليهم الشبهة التي دخلت على المرجئة والجهمية. ما هي شبهة المرجئة والجهمية؟ شبهتهم أن الإيمان هو التصديق في القلب فقط. والتي دخلت على من جعل الإرادة الجازمة مع القدرة التامة لا يكون بها شيء من الفعل. يعني الإنسان إذا كان عنده قدرة على الفعل وعنده إرادة لا بد أن يفعل. إذا كان عنده قدرة على الصلاة وعنده إرادة لا بد أن يفعل. فإذا تخلف الصلاة تخلف لأمرين أو لأحدهم، إما الذي لا يصلي في أحد أمر، إما ليس عنده إرادة في الصلاة أو عنده إرادة ولكن ما عنده قدرة. فإذا كان عنده قدرة يستطيع يخرج يصلي، عنده عاقل وعنده قدرة على فعلها وعنده إرادة لا بد أن يصلي. فإذا لم يصلي فهو إما ليس عنده إرادة يعني ما يريد الصلاة، أو عنده إرادة وليس عنده قدرة، أو ليس عنده إرادة ولا قدرة. أما إذا توفر الأمران إرادة والقدرة فلا بد أن يصلي، ما يمكن يتخلف عن الصلاة، ما يمكن يتخلف عن الصلاة. يقول المؤلف رحمه الله: ولهذا كان الممتنعون من قتل هذا من الفقهاء بنوه على قوله في مسألة الإيمان وأن الأعمال ليست من الإيمان. إذا الذين يقولون إن تارك الصلاة لا يكون كافر بنوا هذا القول على مسألة الإيمان وهي أن الأعمال ليست من الإيمان. ويقول المؤلف إن هذا قد تقدم أن جنس الأعمال من لوازم الإيمان. يعني الإيمان لا بد فيه من العمل، لا بد فيه شيء من العمل. الإيمان الذي في القلب يلزم منه أن يوجد شيء من العمل، فإذا لم يوجد شيء من العمل فلا يكون إيمان. وأن إيمان القلب التام بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع، سواء جعل هذا الظاهر من لوازم الإيمان أو جزء من الإيمان. الأمر في هذا سهل، كون نقول العمل من لوازم الإيمان أو نقول جزء من الإيمان هذا أمر سهل، المهم لا بد أن يوجد شيء من العمل. يقول: وحينئذ فإن العبد إذا فعل بعض المأمورات، صلى ولكن ما زكى، أو ما صام أو ما حج مثلا، هذا فعل بعض المأمورات، فهذا يكون لضعف الإيمان ونقص الإيمان. ما دام أنه فعل بعض الواجبات وترك بعض الواجبات ما يكفر، لكن يكون معه إيمان ناقص، والإيمان يزيد وينقص. ولهذا قال المؤلف: وحينئذ فإذا كان العبد يفعل بعض المأمورات ويترك بعضه كان معه من الإيمان بحسب ما فعل، والإيمان يزيد وينقص، ويجتمع في العبد إيمان ونفاق ونفاق، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: أربع ما كنا فيه كان منافقا خالصا، وما كانت فيه خصلة منهم كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد من الخال، وإذا عهد غدر، وإذا خصل الفجر. هذه الخصال قد تكون فيه ولو كان صدق، فيكون عنده إيمان وعنده نفاق، إيمان النفاق أصغر. يقول المؤلف: وبهذا تزول الشبهة في هذا الباب، فإن كثيرا من الناس بل أكثرهم في كثير من الأمصار لا يكونون محافظين على الصلاة الخالص ولا هم تاركيها بالجملة، بل يصلون أحيانا ويدعون أحيانا. ما, 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 ما يكون حكم هذا؟ هذا مثل ما قاله المؤلف في زمنه وفي زمن الناس، تجد بعض الناس يصلي بعض الأحيان ويترك بعض الأحيان. إذا كان عنده ناس وشجعوه على الإمام راح يصلي، وإذا كان ما عنده أحد ترك بعض الصلاة، هذا يسميه يصلي ويخلي. هذا عند المؤلف وعند جمع من العلماء لا يكون كافر، يكون كافر كفر أصغر، وعند جمع عن آخرين يكون كافر إذا ترك ولو فرض واحد من غير عذر حتى يأخذ الوقت كفر. والمؤلف يرى أنه لا يكفر على أحد القولين. يقول: بل يصلون أحيانا ويدعون أحيانا، فهؤلاء فيهم إيمان ونفاق. فالذي يصلي ويخلي يقول المؤلف فيه إيمان وفيه نفاق، فهو يصلي لأن عنده إيمان بعض الأحيان، وفيه نفاق لأنه يترك الصلاة بعض الأحيان، فيه منافق يرى الناس عنده نفاق يصلي إذا كان عنده بعض الناس شجع، وإذا كان وحده ترك، هذا على أنه منافق عنده نفاق، إيمان ونفاق. فيقول: هؤلاء فيهم إيمان ونفاق، تجرى عليهم أحكام الإسلام الظاهرة في المواريث ونحوها، إذا مات يرث ويورث. فإن هذه الأحكام إذا جرت على المنافق البحث كابن أبي وأمثاله من المنافقين، فلا أن تجري على هؤلاء أو لا واحد. إذا كان عبد الله بن أبي ورث المنافقين، النبي صلى الله عليه وسلم يعاملهم معاملة المسلمين. عبد الله بن أبي لما مات وصل وصلي عليه، صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يظهرون الإسلام. فإذا كانت أحكام الإسلام تجرى على المنافق، فكون تجرى على هؤلاء الذي يصلي أحيانا ويترك أحيانا يقول أولى وأحرى. نعم. وبيان هذا الموضع مما يزيل الشبهة، فإن كثيرا من الفقهاء يظنون أن من قيل هو كافر فإنه يجب أن تجري عليه أحكام المرتد ردة ظاهرة، فلا يرث ولا يورث ولا يناكح، حتى أجروا هذه الأحكام على من كفروه بالتأويل من أهل البدع. وليس الأمر كذلك، فإنه قد ثبت أن الناس كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أصناف:
مؤمن وكافر مظهر للكفر، ومنافق مظهر للإسلام مبطن للكفر. وكان في المنافقين من تعلمه الناس بعلامات ودلالات، بل من لا يشكون في نفاقه، ومن نزل القرآن ببيان نفاقه كابن أبي وأمثاله. ومع هذا فلما مات هؤلاء ورثهم ورثتهم المسلمون، وكان إذا مات لهم ميت أعطوا ميراثه، وكانت تعصم دماؤهم حتى تقوم البينة الشرعية على أحدهم بما توجب عقوبته. نعم، البينة في النص الثانية السنة، هنا البينة صار البينة هو مبين. نعم. ولما خرجت كما المؤلف رحمه الله يقول إن هذا الموضع تزول بالشبهة إذا عرف الإنسان أن من لم يأتي بشيء من العمل يكون كافر، وما أتى بشيء من العمل يكون فيه إيمان ونفاق. بهذا تزول الشبهة، وذلك أن بعض الفقهاء كثيرا من الفقهاء يقول يظن من قيل إنه كافر فإنه يجب أن تجرى عليه أحكام المرتد ردة ظاهرة، فلا يرث ولا يورث ولا يناكح حتى أجروا على هذه الأحكام على من كفره بالتأويل من أهل البدع. وليس الأمر كذلك، لأن الإنسان قد يفعل شيئا من الأعمال الكفرية أو يفعل شيئا من النفاق ولا يحكم عليه بالكفر، لا يحكم عليه بالكفر. لماذا؟ لأن هذه شعبة من شعب الكفر، لا يحكم عليه بالكفر الأكبر حتى يترك العمل بالكلية. ولهذا يقول إن كثير من الفقهاء يظنون أن من قيل إنه هو كافر فإنه يجب أن تجرى عليه أحكام المرتد ردة ظاهرة، فلا يرث ولا يورث ولا يناكح حتى أجرى هذه الأحكام على من كفره بالتأويل، على المتأول الذي تأول وكفروه، هذا يجعلون حكمه المرتد من أهل البدع. وليس الأمر كذلك، يقول فإنه ثبت أن الناس كانوا ثلاثة أصناف على هذه النبي: مؤمن ظاهرا وباطنا ذكرهم الله في سورة البقرة في 4 آيات، وكافر ظاهرا وباطنا ذكر الله في آيتين، ومظهر للكفر مبطن مظهر والأول الثاني كافر مظهر للكفر، ومنافق مظهر للإسلام مبطن للكفر، وهم الذي ذكرهم الله في 13 آية. وكان في المنافقين يقول من يعلمه الناس بعلامات ودلالات، بل من لا يشكون في نفاقه، ومن نزل القرآن ببيان نفاقه كابن أبي وأمثاله. ومع هذا فلما مات هؤلاء ورثهم المسلمون، ومع هذا فلما مات هؤلاء ورثهم ورثتهم المسلمون، لأن تجرى عليهم أحكام الإسلام بسبب إظهارهم لأعمال الإيمان. وكان إذا مات لهم ميت آتوه ميراثه، وكانت تعصم دماؤهم حتى تقوم البينة الشرعية على أحد بما يوجب عقوبته. ما دام أنه لم يظهر كفره فإنه تجرى عليه أحكام الإسلام. كذلك أيضا من فعل شيئا من المكفرات أو شعر شيئا من النفاق وهو متأول فإنه في هذه الحالة لا يحكم عليه بالكفر، وإنما يقال معه إيمان ومعه كفر. نعم. ولما خرجت الحرورية على علي بن أبي طالب رضي الله عنه فاعتزلوا جماعة المسلمين، قال لهم رضي الله عنه: إن لكم علينا ألا نمنعكم المساجد ولا نمنعكم نصيبكم من الفيء. فلما استحلوا قتل المسلمين وأخذ أموالهم قاتلهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءاتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة. فكانت الحرورية قد ثبت قتالهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم واتفاق أصحابه رضي الله عنهم، ولم يكن قتالهم قتال فتنة كالقتال الذي جرى بين فئتين عظيمتين في المسلمين، بل قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري رحمه الله أنه قال للحسن ابنه رضي الله عنه: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به فئتين عظيمتين من المسلمين. بين فئتين. وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقال في الحديث الصحيح:
تمرق مارقة على فرقة من المسلمين فيقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. فدل بهذا أن ما فعله الحسن رضي الله عنه من ترك القتال لو كان واجبا أو مستحبا لم يمدحه النبي صلى الله عليه وسلم على ترك واجب أو مستحب. ودل الحديث الآخر على أن الذين قاتلوا الخوارج وهم علي رضي الله عنه وأصحابه كان أقرب إلى الحق من معاوية رضي الله عنه وأصحابه، وأن قتال الخوارج أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ليس قتالهم كالقتال في الجمل وصفين الذي ليس فيه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم لم يحكموا بكفرهم ولا قاتلوهم حتى بدأوهم بالقتال، والعلماء قد تنازعوا في تكفير أهل البدع والأهواء وتخليدهم في النار، وما من الأئمة إلا من حكي عنه في ذلك قولان كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم رحمهم الله، وصار بعض أتباعهم يحكي هذا النزاع في جميع أهل البدع وفي تخليدهم حتى التزم تخليد كل من يعتقد أنه مبتدع بعينه، وهذا فيه من الخطأ ما لا يحصى. وقابله بعضهم فصار يظن أنه لا يطلق بكفر واحد من أهل الأهواء وإن كانوا قد أتوا من الإلحاد وأقوال أهل التعطيل والاتحاد. والتحقيق في هذا أن القول قد يكون كفرا كمقالات الجهمية الذين قالوا إن الله لا يتكلم ولا يرى في الآخرة، ولكن قد يخفى على بعض الناس أنه كفر فيطلق القول بتكفير القائل، كما قال السلف رحمهم الله من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر. ولا يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة، كما تقدم ممن جحد وجوب الصلاة والزكاة واستحل الخمر والزنا وتأول، فإن ظهور تلك الأحكام بين المسلمين أعظم من ظهور هذه، فإذا كان المتأول يخطئ في تلك لا يحكم بكفره إلا بعد البيان له واستتابته، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم في الطائفة الذين استحلوا الخمر، ففي غير ذلك أولى وأحرى. وعلى هذا يخرج الحديث الصحيح حديث الذي قال إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. وقد غفر الله لهذا مع ما حصل له من الشك في قدرة الله وإعادته إذا حرقوه. وهذه المسائل مبسوطة في غير هذا الموضع. نعم، المؤلف رحمه الله يبين في هذا أن من يفعل الكفر أو يقول الكفر لا يلزم تكفيره، بل قد يفعل الإنسان الكفر ويقول الكفر ولا يكون كافرا، إما لأنه معذور أو لأن هذا الذي فعله الكفر يكون كفر أصغر، أو لأنه لم يبلغه الدليل، أو لأنه متأول. وبعض الناس يقول يكفر على كل حال، وبعضهم يقول لا يكفر على كل حال. فالناس في هذا طرفان وسط، من الناس من يقول كل من فعل شيئا من الكفر يقول كافر، هذا غلط، ومن الناس من يقول لا يكفر أحد من البدع مهما فعل، ومن الناس من يفصل. والصواب التفصيل أن الإنسان قد يفعل الكفر ولا يكون كافرا، وقد يفعل الكفر ولا يكون كافرا هو، لكن نفس الفعل أو القول يقال هذا الفعل القول كفر وهذا الفعل كفر. وأما الشخص فلا يكفر إلا إذا قامت عليه الحجة، إذا وجدت الشروط وانتفت في الموانع. والذي يقول لا يكفر مطلقا ولو فعل الكفر غلطان، والذي يقول يكفر مطلقا ولا ينظر إلى الشخص وحاله غلطان غالط، لا بد من التفصيل. ومن ذلك الخوارج الذين قاتلوا الصحابة يقرؤون القرآن ويصلون بالليل، والصحابة يحفظون صلاتهم عند صلاتهم وصيامهم، فهم رهبان بالليل وسود بالنهار. بالليل يتأوهون ويقرؤون القرآن كل الليل، يصلون يتأوهون ويبكون، جمعهم تجري على خدودهم، وفي النهار شجعات أسود، الواحد ما
لا يقف يعني لا يقابله أحد شجاعة. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم لأنه عندهم على قدر الخبيث وتكفير المسلم بالمعاصي. فهل يكفر الخوارج؟ من العلماء من كفرهم قال بإطلاقه وقول أهري وعلم أحد، وقول الجمهور على أنهم لا يكفرون، والصحابة عاملوهم معاملة المبتدئة كما قال الشيخ رحمه الله. الجمهور على أنهم ليسوا كفارا لأنهم متأولون. سئل علي رضي الله عنه هل هم كفار؟ قال من الكفر فقط. وقول الثاني أنهم يكفرون لهذا الحديث لأن الحديث صريح في هذا، إنه قال يمرقون من الدين كما مقسمه من الرمية، يقرون القرآن لا يوجد حناجرهم، من لقيهم فليقتلهم فإن في قتلهم أجر عنده. أو في لفظ أنه قال لئن لقيتم لأقتلنهم قتلعة وقعت قوم كفار. فهذه رواية علم أحمد واختار شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنهم يكفرون، والجمهور على أنهم مبتدئة. يقول مؤلف رحمه الله ولما خرجت الحرورية، الحرورية هم خوارج، ثم حرورية لأنهم سكنوا في بلدة في العراق تسمى حرورة فنسبوا إليها. ولما خرجت الحرورية على علي بن أبي طالب رضي الله عنه واعتزلوا جماعة المسلمين، قال لهم يعني علي رضي الله عنه إن لكم علينا ألا نمنعكم المساجد ولا نمنعكم نصيبكم من الفيء. هذا يدل عليهم ما كفرهم علي رضي الله عنه، يعطيهم نصيبهم. فلما استحلوا قتل المسلمين وأخذ أموالهم قاتلهم ويعتقد أنهم مسلمون لكن مبتدعة، قاتلهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال يحقر أحدكم الصحابة صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما مقصهم من الرمية، أينما لقيتهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله ما قتلهم يوم القيامة. قال فكانت الحرورية قد ثبت قتالهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم واتفاق الصحابة، ولم يكن قتالهم قتال فتنة كالقتال الذي جرى بين فئتين عظيمتين من المسلمين، يعني القتال الذي جرى بين علي ومعاوية في صفين والنهروان هذا قتال بين المسلمين لأنه نشأ عن اجتهاد وتأويل لا عن هوى، وهم ما بين مجتهد مصيب له أجران وما بين مجتهد مخطئ له أجر، يعني قتاله عن تأويل واجتهاد. ولا يشمل الحديث لا ترجعوا بعد الكفار نضرب بعضكم رقاب بعض وحديث القاتل والمقتول في النار لا يشمله هذا. لماذا؟ لأن هذا الحديث القتال عن هوى، إذا كان عن هوى وعن دنيا هذا اللي عليه وعيد، أما إذا كان القتال عن اجتهاد وتأويل. الصحابة ينضموا إلى علي رضي الله عنه عملا بالحديث وعملا بالآية، وإن طائفتان من المؤمنين قتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، نص القرآن. فالصحابة رأوا أن معاوية والشام بغاة امتنعوا من البيعة يجب قتالهم، ومعاوية والشام يظنون أنهم لا يعلمون أنهم بغاة بل هم مجتهدون يطالبون بدم عثمان. وعلي رضي الله عنه لا يمانع لكنه يقول ما يمكن الآن أخذ قتلة عثمان، وكما أن معاوية ما يمانع من بيعة علي لكن يريد قتلة عثمان. فحصل القتال عن اجتهاد وتأويل، ولهذا قال المؤلف رحمه الله ولم يكن قتالهم قتال فتنة كالقتال الذي جرى بين فئتين عظيمتين من المسلمين، بل قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري أنه قال الحسن إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. الشاهد قال من المسلمين، فالطائفتين المتقاتلتين وصفهم بالإسلام. وقال في الحديث الصحيح تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين، الشاهد قال على فرقة من المسلمين والمراد بهم علي ومعاوية ومن معهم، فتقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. أدنى الطائفتين إلى الحق، من الذي قتلهم؟ قتلهم علي رضي الله عنه، فدل على أنه أقرب إلى الحق من معاوية. قال فدل بهذا على أن ما فعله الحسن من ترك القتال إما واجبا أو مستحبا، لم يدح النبي صلى الله عليه وسلم على ترك واجب أو مستحب. الحسن ماذا عمل؟ تنازل عن البيعة عن الولاية لمعاوية وترك القتال، فالذي تركه هل هو واجب القتال أو مستحب؟ ليس واجب أو مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان واجب القتال واجب أو مستحبا لما مدحه على تركه، والنبي صلى الله عليه وسلم مدحه على تركه، فدل على القتال ليس واجب ولا مستحبا. ودل الحديث الآخر على أن الذين قاتلوا الخوارج وهم علي وأصحابه كان أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه. ما هو الدليل؟ قال تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق، والذي قتلهم من هم؟ قتل الخوارج علي ومن معه، فدل عنهم أقرب إلى الحق من معاوية. وأن قتال الخوارج أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ليس
قتالهم كالقتال في الجمل والصفين الذي ليس فيه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. الخوارج أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا لقيتموه فاقتلوهم. إذن قتال الخوارج شرعي، وأما قتال علي ومعاوية في الجمل والصفين هذا قتال ليس مأمورا، قتال فتنة يعني اجتهاد وتأويل. يقول المؤلف رحمه الله الخلاصة في هذا أن علي رضي الله عنه لم يحكموا بكفر الخوارج ولا قاتلوهم حتى بدأوهم بالقتال، هذا الذي عليه الصحابة أنهم مبتدعة. والعلماء قد تنازعوا في تكفير أهل البدع والأهواء وتخليدهم في النار، وما من الأئمة إلا من حكي عنه في ذلك قولان كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم، وصار بعض أتباعهم يحكي هذا النزاع في جميع أهل البدع وفي تخليدهم حتى التزم تخليدهم كل من يعتقد أنه مبتدع بعينه، وفي هذا من الخطأ ما لا يحصى. وقابله بعضهم فصار يظن أنه لا يطلق كفر أحد من أهل الأهواء وإن كانوا قد أتوا من الحاد وأقوال أهل التعطيل. هذا المؤلف رحمه الله يبين أن العلماء لهم قولان في هذا، أو الفقهاء لهم قولان. القول الأول أن كل أحد من أهل البدع يكفر، والقول الثاني أنه لا يكفر، والصواب التفصيل أنه إذا فعل الأعمال الكفرية يقال أنه يكفر، ولكن الشخص لا يكفر إلا إذا وجد شروط في الموالي. ومن قال إنه لا يكفر أخطأ، ومن قال إنه يكفر أخطأ، لا بد من التفصيل. ولهذا قال والتحقيق في هذا أن القول قد يكون كفرا كما قالت الجهمية الذين قالوا إن الله لا يتكلم ولا يرى في الآخرة، هؤلاء كفار، لكن قد يخفى على بعض الناس أنه كفر فيطلق القول بتكفير القائل، فيقول القول كفر والشخص لا يكفر إلا إذا وجد شروط ثبت الموالي، كما قال السلف من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر. هذا بالنسبة للقول، ولا يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة، كمن جحد وجوب الصلاة والزكاة واستحل الخمر والزنا وتأول، فإن ظهور تلك الأحكام بين المسلمين أعظم من ظهور هذه، فإذا كان المتأول مخطئ في تلك لا يحكم بالكفر إلا بعد بيان له استتابة، يعني في تلك جحد وجوب الصلاة والزكاة واستحل الخمر، الذي استحل الخمر ينظر كان له شبهة نشأ في بلاد بعيدة، هذا لا يكفر، يدرى عنه كفر، وإن كان ليس له شبهة فإنه كفر. وكذلك من ترك جحد وجوب الصلاة أو جحد وجوب الزكاة، هذا إذا كان متأول وله تأويل سائر لا يكفر، أما إذا كان عيش بين المسلمين وليس له تأويل فلا يقبل. ولهذا قال المحلف رحمه الله فإذا كان المتأول مخطئ في تلك يعني في جحد وجوب الصلاة والزكاة واستحلال الخمر لا يحكم بكفر إلا بعد البيان له واستتابته، كما فعل الصحابة في الطائفة الذين استحلوا الخمر، يعني قدامهم المضعون لما استحلوا الخمر متأولين قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات رجعوا فيما طعموا، ماذا فعل معهم الصحابة؟ الصحابة قالوا الآن إن ننظر فيه إن استحلوا الخمر كفر، وإن كانوا متأولين جلدوا. يقول مالك رحمه الله فغير في غير ذلك أحرى. وعلى هذا يخرج الحديث الصحيح الذي قال إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني في اليم فوالله لأن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذب واحد من الإسرائيلي فيما كان قبلنا، الذي قال لأهله إذا أنا مت فأحرقوني واسحقوني وذروني في اليم يعني في البحر، وفي بعضها أنه قال نصف في البر ونصف في البحر. ماذا كان يعمل؟ ورد أنه كان نباشا وجمع أهله لما حضرت الوفاة، وقال أي أب كنت لكم؟ فشكروا فقال إني عملت أعمالا إن قدر الله علي لا يعذبني، فإذا لم فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروا نصفي في البر ونصف البحر، هذا ففعلوا ذلك. فلما فعلوا ذلك أمر الله البحر فجمع ما فيه، وأمر البر فجمع ما فيه، فإذا هو فقال الله له قم فإذا هو إنسان قائم، فقال الله ما الذي حملك؟ قال ربي مخافتك، فغفر الله له. هذا الرجل غفر الله له وهو في الظاهر منكر للبعث، لكن هذا الشخص ما أنكر البعث ولا أنكر قدرة الله، لكن أنكر كما تفصيل القدرة، ظن أنه لو مات ودفن يعتقد أن الله يبعثه ويعتقد أن الله قادر، لكن ظن أنه إذا أحرق وسحب أنه يفوت على الله وأنه لا يدخل تحت القدرة. والذي حمله على ذلك ليس هو التكذيب ولا العناد، وإنما الذي حمله على ذلك أمران: الجهل والخوف العظيم، الجهل والخوف العظيم. فلما كان جاهلا وخائفا غفر الله له، لكن لو كان مكذبا أو معاندا لكان كافرا، لأنه أنكر بعث وأنكر. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وقد غفر الله لهذا مع ما حصل له من الشك في قدرة الله وإعادة إلى حرقوه، وهذه المسائل المبسوطة في غير هذا الموضوع.
فإن قيل فالله تعالى قد أمر بجهاد الكفار والمنافقين في آيات من القرآن، فإذا كان المنافق تجري عليه أحكام الإسلام في الظاهر فكيف يمكن مجاهدته؟ قيل ما يستقر في القلب من إيمان ونفاق فلا بد أن يظهر موجبه في القول. موجبه فتح الجيم، الموجب المقتضي بفتح الثمرة، يعني ثمرة الإيمان، ثمرة الإيمان القول أو العمل. نعم. قيل ما يستقر في القلب من إيمان ونفاق فلا بد أن يظهر موجبه في القول والعمل، كما قال بعض السلف: ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. وقد قال الله تعالى في حق المنافقين: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول، فأقسم أنه لا بد أن يعرفهم في لحن القول. فإذا أظهر المنافق من ترك الواجبات وفعل المحرمات ما يستحق عليه العقوبة عوقب على الظاهر، ولا يعاقب على ما يعلم من باطنه بلا حجة ظاهرة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من المنافقين من عرفه الله بهم، وكانوا يحلفون له وهم كاذبون، وكان يقبل صلى الله عليه وسلم علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله تعالى. وأساس النفاق الذي يبنى عليه الكذب، والمنافق لا بد أن تختلف سريرته وعلانيته وظاهره وباطنه. ولهذا يصفهم الله في كتابه بالكذب كما يصف المؤمنين بالصدق. قال الله تعالى: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وقال تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وقال تعالى: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ومثل هذا كثير. وقال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وبالجملة، فأصل هذه المسائل أن تعلم أن الكفر نوعان: كفر ظاهر وكفر نفاق. فإذا تكلم في أحكام الدار الآخرة كان حكم المنافق حكم الكفار، وأما في أحكام الدنيا فقد تجري على المنافق أحكام المسلمين. وقد تبين أن الدين لا بد فيه من قول وعمل، وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه ولم يؤدي واجبا ظاهرا لا صلاة ولا زكاة ولا صياما ولا غير ذلك من الواجبات. ولو قدر أنه يؤدي الواجبات لا لأجل أن الله أوجبها، مثل من يؤدي الأمانة أو يصدق الحديث أو يعدل في قسمه وحكمه من غير إيمان بالله ورسوله لم يخرج بذلك من الكفر. فإن المشركين وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمور، فلا يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم مع عدم شيء من الواجبات التي يختص بإيجابها محمد صلى الله عليه وسلم. ومن قال بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات، سواء جعل فعل تلك الواجبات لازما للإيمان أو جزءا منه، فهذا نزاع لفظي كان مخطئا خطأ بينا،
وهذه بدعة الإرجاء التي أعظم السلف والأئمة الكلام في أهلها، وقالوا فيها من المقالات الغليظة ما هو معروف. والصلاة فهي أعظمها وأعمها وأولها وأجلها. نعم، المؤلف رحمه الله يقول إن يبين في هذا أن المنافقين تجرى عليهم أحكام الإسلام إذا أظهروا الإسلام، وإذا أظهروا شيئا من المعاصي أو فعلوا شيئا مما يجب الحد فإنه يقام عليهم الحد ويعاقبون كغيرهم، لأن الكفر نوعان: كفر في الظهر وكفر في الباطن. فالكفر الذي في الباطن إذا أخفاه الإنسان لا يعلمه إلا الله، فإذا أظهر الإسلام وهو كافر في الباطن تجرى عليه أحكام الإسلام في الدنيا، مثلا يعتبر مسلم، يغسل ويصلى عليه ويرث ويورث ويزوج، لكن في الآخرة إذا كان منافق فهو في الدرك الأسفل من النار، إذا له حكم في الآخرة ولا حكم في الدنيا. في الدنيا إذا كان يجري، إذا كان يظهر أحكام الإسلام ولا يعلم في قلبه إلا الله ولا يظهر شيء من الكفر تجرى عليه أحكام الإسلام، وإن كان مكذبا في الباطن فهو في الدرك الأسفل من النار. في الآخرة الله تعالى يجازيه على ما في قلبه من الإيمان أو الكفر. هذا جواب السؤال الذي قاله المؤلف الذي أورده هنا. قال: فإن قيل فالله قد أمر بجهاد الكفار والمنافقين في القرآن، فإذا كان المنافق تجرى عليه أحكام الإسلام في الظاهر فكيف يمكن مجاهدته؟ الجواب: يمكن مجاهدته إذا أظهر شيء، إذا أظهر شيء من الكفر مجاهد، إذا أظهر ردة قتلناه، إذا أظهر ترك الصلاة كذلك، إذا أظهر ترك الزكاة كذلك، إذا فعل حد ما يجب الحد فقيم عليه الحد. أما إذا ما لم يظهر شيء فعلينا، هذا ما يعلمه إلا الله، أنا لم أعلم إلا الله. ولهذا قال: قيل ما يستقر في القلب من إيمان ونفاق لا بد أن يظهر موجبه في القول والعمل. إذا استقر في القلب الإيمان لا بد أن يظهر معه عمل يتحقق بالإيمان، وإذا استقر في الإيمان النفاق لا بد أن يظهر معاصي كبائر تدل على هذا النفاق. كما قال بعض السلف: ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. وقد قال تعالى في حق المنافقين: ولو نشاء لأريناكهم، يعني المنافقين، فلعرفتهم بسماهم ولتعرفنهم في لحن القول. إذا المنافق لا بد أن يفعل شيء، فإذا أظهر المنافق من ترك الواجبات وفعل المحرمات ما يستحق عليه العقوبة عوقب على الظاهر، والباطن هل يعاقب عليه؟ لا، ولا يعاقب على ما يعلم من باطنه بلا حجة ظاهرة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من المنافقين ما من عرفه الله بهم، وكانوا يحلفون له وهم كاذبون، وكان يقبل على نيتهم ويكذب سرائهم بالله، لأن المنافقين كانوا يتخلفون عن الجهاد، فإذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم حلفوا له فقبل الظاهر ووكل عليه بالله. قال المؤلف: أساس النفاق الذي يبنى عليه الكذب الذي يبنى عليه هو الكذب، هذا أساس النفاق الكذب، يكون في قلبه يدعي الإيمان وهو كاذب. الكذب يكون في القلب ويكون في اللسان ويكون في الجوارح، أساس النفاق الذي يبنى عليه الكذب، وأن المنافق وذلك أن المنافق لا بد أن تختلف سريرته وعلانيته، فالسريرة شيء والعلانية شيء، فالسريرة في الباطن مكذب لله ورسوله، والظاهر يعمل أعمال أهل الإسلام، وعلانيته وظاهره هو باطن، فيختلف الظاهر عن الباطن. ولهذا يصفهم الله في كتابه بالكذب كما يصف المؤمنين بالصدق، فقال تعالى: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. المنافقين يكذبون بأي شيء؟ بقلوبهم، عقيدتهم، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، هذا باللسان، وما هم بمؤمنين، هذا في القلب، إذا يكذبون. وقال: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذا جاءك المنافق قالوا نشهد إنك لرسول الله، هذا إيش؟ في الظاهر، وفي الباطن والله يعلم إن المنافقين لكاذبون، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقال عن المؤمنين: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. إذا المؤمنون صادقون، لأن القلب، لأن الباطن يوافق الظاهر. والكفار قال الله عنهم يكذبون لأن الباطن يخالف الظاهر. وقال في آية البر: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفرد بعهدهم إلى عهد والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. ثم قال: أولئك هم الصادقون، اللي عملوا هذه الأعمال هم الصادقون في إيمانهم.
قال وبجملة الخلاصة قال أصل هذه المسائل يعني هذه قاعدة تقاعد بها هذه المسائل. أصل هذه المسائل أن تعلم أن الكفر نوعان: كفر ظاهر وكفر باطن. كفر ظاهر وكفر باطن. أحكام الآخرة تتعلق على أي شيء؟ أحكام الآخرة تتعلق بإيش؟ يكون المنافق الذي في الباطن حكم حكم الكفار، وأحكام الدنيا على الأعمال الظاهرة. إذا الكفر كفران: كفر ظاهر وكفر كفر في الباطن، كفر النفاق. فإذا تكلم في أحكام الدار الآخرة كان حكم المنافق حكم الكفار، وأما في أحكام الدنيا فقد تجرى على المنافق أحكام المسلمين. قال المؤلف: وقد تبين أن الدين لا بد فيه من قول وعمل، وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه ولم يؤدي واجبا ظاهرا، لا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا غير ذلك من الواجبات. هذا يمتنع. لماذا؟ لأن هناك تلازم بين الظاهر والباطن. يمتنع أن الشخص يكون عنده إيمان في الباطن، وأن يكون رجل مؤمنا بالله ورسوله بقلبه أو بقلب لسانه ثم لا يؤدي شيئا من الواجبات. لا يمكن هذا، لا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج. ولو فعل شيئا من الواجبات لا لأجل أن الله أوجبها فلا يكون مؤمنا، مثل أن يؤدي الأمانة أو يصدق الحديث أو يعدل في قسمه وحكمه من غير إيمان بالله ورسوله، لم يخرج بذلك من الكفر. بدليل أن المشركين الآن عندهم أمانة، بعض المشركين الآن وعندهم محافظة على العهد، لكن ما عندهم ما ينفع هذا، ما ينفع. بعض الناس يقول أن الكفار عندهم الآن محافظون على المواعيد، دقيقة مواعيد، ويحافظون على الأمانة، هل ينفع هذا؟ ما ينفع إلا مع الإيمان. قال: فإن المشركين وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمور، فلا يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله ما عدا بشيء من الواجبات التي يخص بجبهة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله: ومن قال بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات، سواء جعل فعل تلك الواجبات لازما له أو جزءا منه، فهذا نزاع اللفظ، كان مخطئا خطأ بينا. وهذه بدعة الأرجاء. هذه كلمة يعني تكتب شيخ الإسلام، كلمة مهمة هذه، ينبغي أن تكتب هذه العبارة: من قال بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات فهو مخطئ خطأ بينا. لأن عندك الآن فيه جملة اعتراضية، وهي قوله: سواء جعل فيه قال تلك الواجبات لازما له أو جزءا منه، فهذا نزاع اللفظ، هل تجعل بين قوسين؟ هذه الجملة معترضة. واقرأ ما قبلها وما بعدها: ومن قال بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات كان مخطئا خطأ بينا. وهذه بدعة الإرجاء التي أعظم السلف والأئمة الكلام في أهلها، وقالوا فيها من المقالات الغليظة ما هو معروف. والصلاة هي أعظمها وأعمها وأولها وأجلها. إذا من لم يقل بكفر تارك الصلاة يكون إيش؟ يكون مرجئ من المرجئة. هذه قول المرجئة. المؤلف هذه العبارة تكتب بماء الذهب، المؤلف رحمه الله هذه الجملة: ومن قال بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات ما حكمه؟ حكمه من المرجئة. هذه بدعة المرجئة. من قال بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات، وأعظم الواجبات ما هي؟ الصلاة. فمن قال إن الإيمان يحصل بدون الصلاة ما حكمه؟ قال المؤلف: هذه بدعة الإرجاء التي أعظم السلف والأئمة في أهلها. ومن قال بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات، أقفز الجملة المعترضة، كان مخطئا خطأ بينا. وهذه بدعة الإرجاء التي أعظم السلف والأئمة الكلام فيها، وقالوا فيها من المقالات الغليظة ما هو معروف. طيب، والصلاة هي أعظمها وأعمها وأولها وأجلها. الصلاة أعظم الواجبات. فالذي يقول يحصل الإيمان بدون فعل شيء من الواجبات التي أعظمها الصلاة يكون مخطئا. وهذه بدعة الإرجاء التي أعظم السلف والأئمة الكلام فيها. وقد صرح بهذا، وقد نقل أيضا كذلك الحافظ ابن رجب في كتابه فتح الباري البخاري، نقل عن السلف أنهم قالوا أن من قال من لم يقل بكفر تارك الصلاة فإن هذا قول مرجعة. هذا قول المرجعة. فهذه ينبغي أن تنقل كلمة الشيخ الإسلام رحمه الله، ينقلها الإنسان في ورقة ويجعلها معه: ومن قال بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات كان مخطئا خطأ بينا. وهذه بدعة الإرجاء التي أعظم السلف والأئمة الكلام في أهلها، وقالوا فيها من البقالة الغليظة ما هو معروف. والصلاة هي أعظمها وأعمها وأولاها وأجلها. نعم، نبدأ بالفصل الجديد قبل الأسئلة. اقرأ بالأول فصل جديد عشان ننبه الأخوان. فصل: وأما الإحسان فقوله صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قد قيل إن الإحسان هو الإخلاص، والتحقيق أن الإحسان يتناول الإخلاص وغيره، والإحسان يجمع كمال الإخلاص لله،
ويجمع الإتيان بالفعل الحسن الذي يحبه الله تعالى. قال الله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. فذكر إحسان الدين أولا ثم ذكر الإحسان ثانيا. فإحسان الدين هو والله أعلم الإحسان المسؤول عنه في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام، فإنه سأله عن الإسلام والإيمان. ففي إحسان هذا الإسلام والدين، ففي هنا بدأ السقط من النسخة هذه. النسخة هذه انتهت الآن كلها سقط. النسخة المحققة هذه اللي هي رسالة للدكتوراه وجد سقط ما يقارب من أكثر 58 صفحة إلى آخر الكتاب، هذا كله مفقود من النسخة هذه. انتهى النسخة هذه، انتهت كما عندكم الآن، وعلى هذا نعتمد على النسخة هذه. النسخة هذه إلى آخر الكتاب، ولكن بعد نهاية الكتاب النسخة هذه فيها تتمة في مسائل الإيمان والإحسان، ما تقارب 13 صفحة. ينبغي أن صور من كان عنده النسخة هذه نقرأ فيها بعد ما ننتهي من هذا إن شاء الله، ومن كان لم يستعد لها على تصور وتوزع بعد هذا. تتمة في أعمال الإيمان والإحسان 13 صفحة، ينبغي أن تصور ينقلها الإنسان. قال: تتمة في مسائل الإيمان. وقال شيخ الإسلام: فصل لقد ذكرت فيما تقدم من القواعد عن الإسلام. هذه من عنده النسخة هذه المحققة هذه فيقرأ فيها، ومن لم عنده النسخة فليصورها، ولعل تصور إن شاء الله توزع عليكم عشان نقرأها بعد الفصل هذا. الفصل هذا الطويل وجدها المحقق وفقه الله ما يقارب من صفحة 578 إلى صفحة 648 إلى صفحة 648. المؤلف رحمه الله بيّن في هذا الفصل، تكلم عن الإحسان، والإحسان ذكر أن الإحسان نوعان: إحسان في الدين وإحسان في العمل. إحسان في الدين هو الإخلاص لله عز وجل، الإخلاص لله عز وجل والمراقبة له، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تراه فإنه يراك. وإحسان العمل هذا عام، أن تأتي بالعمل موافقا للشرع. ثم المؤلف رحمه الله استطرد وأتى بمسائل الفقهية، يعني الإحسان في العلم، الإحسان مثلا تكلم عن الإحسان في العلم، تكلم عن الإحسان في البيع، تكلم عن الإحسان في الشراء، تكلم عن الإحسان في المزارعة، والإحسان في الأمر بالمعروف، والإحسان في النهي عن المنكر، والإحسان في الجهاد في سبيل الله، والإحسان في المزارعة، والإحسان في البيع، بيع حبل حبلة، وبيع الرطب بالتمر، وذكر والإحسان في باب التجارة في البزر وغيره، والإحسان أيضا في الصرف، وحتى استطرد في جميع المسائل الفقهية. فعلى هذا يكون الإحسان نوعان: إحسان في الدين وإحسان في العمل. الإحسان في الدين هو الإخلاص والمراقبة، والإحسان في العمل أن تأتي بالعمل كما أمر الله، تأتي بالعمل كما أمر الله في بيعك، في شرائك، في أمرك بالمعروف، في نهيك عن المنكر، في برك الوالدين، في صلة للرحم، في معاملة مع أهلك، في معاملة مع جيرانك، في قيامك بالوظيفة التي كلفت بها، في كل شيء، في المغارسة، في المساقات، في المزارعة، في الإجارة، في البيع، في الشراء، في على الشراء. هذه هي التي إن شاء الله سيكون إن شاء الله نبدأ فيها غدا إن شاء الله، ولعل نكملها في يوم أو يومين إن شاء الله. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع صلى الله على محمد وعلى. لكن المهم أنا أقول إنه لابد من تصوير الفصلين الأخيرات من لم تكن عنده النسخة حتى تكون بيناديكم إن شاء الله إذا انتهينا من هذا. وفق الله جميع طاعته وصلى الله على محمد وعلى.